يا اهلا بكم مره ثانيه. تعالوا بقى ايه نتامل ونتدبر ونتفكر في لقاء الامس اللي جمع ما بين الاهلي وسان داونز، واللي ظهر من خلاله الحقيقه فريق النادي الاهلي يعني هنقول بمستوى اقل بكتير من المتوقع واقل بكتير من اللي يتناسب مع امكانيات اللعيبه. بين قوسين اكيد اخدم في الاعتبار كتير من التفاصيل اللي ذكرناها قبل كده واللي اكيد كان ليها برضو اثر غير طيب على اداء اللعيبه، ولكن يعني في كتير جدا من التفاصيل الحقيقه لازم نتوقف عندها عشان نعرف ايه اللي حصل. فبالتالي ده كان مستوانا وبالتبعيه ده كان ادائنا اللي نتج عنه ان احنا خسرنا رايح جاي من الفريق الجنوب افريقي سان داونز. احنا معانا في هذه الفقره ومنورنا كابتن رمضان السيد، واحد من اهم نجوم النادي الاهلي السابقين. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل يا كريم. ازي حضرتك؟ كله الحمد تمام؟ الحمد لله تمام. كان نفسي نقعد في ظروف احسن من كده، بس يعني هنعمل فوز. هي دي حال كرة القدم من ناحية، ومن ناحية تانية لا أكيد في كلام كتير لازم يتقال. تحب نبتدي من أول فين؟ من أول رؤيتك مبدئيا للقاء الأمس. طيب أنا الأول بس قبل ما هبدأ الحقيقة في التحليل، الحقيقة في تحية طبعا للكابتن محمود الخطيب، الأسطورة الحقيقة، لتفاعله السريع جدا جدا في مشكلة قمح الحاجات اللي طبعًا. هي القلوب الجميلة دي. صحيح. فتحيه للكابتن محمود الخطيب الحقيقه، حاجات اللي فيها بعد انساني طبعا دايما حاضر، دايما بيبقى حاضر. الحقيقه المشكله الحقيقه مش من مباراه الامس، يعني احنا يمكن عندنا مشكله في بدايه حتى دوري الابطال. اول مباراه كانت الهلال للسودان الحقيقه في السودان، برضو اتعملت بشكل الحقيقه احنا كنا لو احنا لعبناها بشكل قوي الحقيقه كنا نقدر ان احنا نحقق الفوز سهل في مباراة السودان. طبعا المباراة الثانية الحقيقة سان داونز اللي احنا برضك نفس الحكاية، نفس الأداء، الهزيمة اللي احنا اتغلبناها، وبعد كده الحقيقة الفوز بتاع المريخ السودان الحقيقة، واللي احنا حققنا فيه 3 بونت عشان نوصل للأربعة بونت. لكن مباراة الأمس الحقيقة يمكن أنا برضك يمكن يا كريم عاوز بس أقول حاجة مهمة جدا. احنا لو أخذنا مباراة الهلال السعودي وبنينا عليها ده احنا نكسر اي تيم كره في مصر، مش ده المفروض، او في افريقيا مش كده والنبي. ما هو ده اللي زود حاله الاحباط طبعًا. لكل الاهلاويه بعد ماتش طبعا بقى. يعني انا جربت كموسيماني ان انا بضغط ضغط متقدم وبعدين تقارب الخطوط، ان احنا بنضغط كل الفرقه كلها في نص ملعب المنافس الهلال السعودي، واحنا يمكن في خلال 14 دقيقه كنا مخلصين المباراه. صحيح. وفريق قوي جدا، مش طبعا. ما حدش يقول ان فريق الهلال السعودي في مباراه تشيلسي الحقيقه الشوط الثاني كان حاطط فرقه تشيلسي اللي هي بطل دوري الابطال اوروبا في نص ملعبه. احنا الحقيقه ادينا مباراه على مستوى عالي جدا جدا جدا. مظبوط. للاسف الشديد الاداء ده ما تواجدش لغايه دلوقتي، يمكن شويه على فترات في مباراه بيراميدز. ليه؟ ما انا مش عارف ليه ما تواجدش طول الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت انا في رايي ان الاربع مباريات اللي احنا لعبناهم في دوري الابطال ما احنا ادائنا بعيد خالص. هو على ذكر بيراميدز معلش هروح للنقطه دي ونرجع تاني اللي كنا بنتكلم فيه. هو بالمناسبه هل مباراه بيراميدز اللي اتلعبت في النص اثرت برضو بالسلب على اللعيبه قبل لقاء سان داونز؟ يعني انا بقول دايما ان الاتيام الكبيره او الانديه الكبيره لا ما فيش حاجه، يعني زي ما بنشوف مثلا الانديه في اوروبا ما برضك نفس الحكايه، بيلعبوا كل 3 ايام كل، وفي نفس الوقت بتلاقيهم في كل مباراه هو نفس المعدلات، معدلات البدني موجوده، المعدلات الفنيه موجوده، التكتيك موجود، التنفيذ موجود، حتى لو قل الاداء بس مش قوي، مش بالشكل ده طبعا، مش بالشكل دوت الحقيقه. فانا زي ما بقول لك احنا لو الحقيقه كان في شويه اخطاء طبعا في مباراه طبعا الامس الحقيقه، انا في رايي الاول حته طريقه اللعب، يعني احنا يمكن جربنا في مباراتين ورا بعض المريخ وبيراميدز لعبنا ب 4-2-3-1. انا بس في نقطه مهمه جدا، لو انت مستر موسيماني عاوز تغير طريقه اللعب ما تلعبش قفشه، ما يبقاش فيها قفشه، لان قفشه لما بيروح جناح بيقل مش اقل مثلا من يروح ل 50% من مستواه، مش خلاص يعني ما كانش اكتر كمان طبعا المستوى والفاعليه بالظبط. قفشه وهو موجود رقم 10 بيعمل لك انتاج طبعا، وبيوزع وبيعرف يختار بالظبط، بيعمل لك الاستحواذ من اللعيبه، اللي موجودين في مصر بيعرف يعمل لك استحواذ، بيعرف يربط ما بين الخطوط، هو نفسه بيعرف يروح يدخل 18 بشكل كويس قوي، بيعرف يسدد. ف
انت هتغير طريقه اللعب وتلعب ب 3 4 3 او 4 3 3، يبقى قفشه ملوش دور في الطريقه دي. قفشه هيبقى ليه دور في ال 4 2 3 1 ورقم 10، هتلعبه رقم 10. امبارح قفشه يمكن انا يعني انا طبعا زي ما هنتكلم على الحقيقه على السلبيات، لازم نشيد اشاده كبيره جدا 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 بمستوى الشناوي امبارح. الشناوي امبارح الحقيقه عملاق، يعني لولا الشناوي احنا كان الوضع بقى اسوء، كان الوضع بقى اسوء بكتير جدا طبعًا. والنتيجه كانت راحت لبعيد كمان مليون في المية. طبعا الحاجه الثانيه يمكن برضو في حاجه، انت عندك بيرستاو الحقيقه مباراتين ورا بعض صفر، يعني غريب جدا. يعني انت بدات عملت بدايه قويه جدا في المسابقه واحرزت 4 اهداف والناس كلها تفائلت، ده عمل بدايه قويه من اول ما لبس تيشيرت النادي الاهلي في اول ماتش ليه اصلا. احنا قلنا بس اللي جاي ده كله بالظبط هنشوف، لكن للاسف الشديد في مباراتين ورا بعض بيرستاو بعيد خالص، يعني مش موجود في المباراه الحقيقه. احمد عبد القادر انا في رايي يعني لازم يبقى عنصر من العناصر الاساسيه جوه اي طريقه بينفذها الحقيقه او بيطبقها موسيماني، لان احمد عبد القادر من اللعيبه اللي بيعرفوا يصنعوا الفارق. وفي ناس امبارح انتقدت ان هو نزل متاخر، طبعا ان كان المفروض ينزل قبل كده بكتير. ورجوعا للنقطه بتاعه بيرستاو برضو، ما هو حتى بدنيا كان باين عليه الاجهاد، واضح 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 يعني واضح بس جدا. هو ايه اللي يخلي مهما كان يعني لما تكون حضرتك برضو انت راجل لعيب ولعيب بقى بالمعنى الحرفي للكلمه وليك مستوى ثابت حده الادنى مرتفع جدا حلو، مهما تهزيت مهما كان في يوم مش يومك، ما كنتش منور قوي كما هو المعتاد منك، بس برضو الدروب ما بقاش كبير قوي للدرجات دي. ما هي دي كمان اللي بتميز لعيب عن لعيب. يعني انا مهم جدا انا بالنسبه لي كمدير فني ان انا اللعيب بتاعي يبقى لما يجي يعمل لي مثلا 8 من 10 لما يجي ينزل يعمل 5 من 10 ما ينزلش يعمل لي مثلا 1 او 2. صحيح دي مشكله طبعا. كبيره جدا الحقيقه في لعيب الكوره. احنا عشان كده الحقيقه بيبقى في فروق كبيره جدا ما بين لعيب ولاعب. بس حضرتك برضو من الناس اللي شافت ان احمد عبد القادر اتاخر جدا في نزول. طبعا اتاخر، ده هو كمان مش اتاخر، هو المفروض يبدا. انا بقول لك احمد عبد القادر من اللعيبه القليله اللي موجوده في مصر بيصنع الفارق، اي كره في رجليه بيعرف يعمل لك منها. لا وجريء وقلبه ميت وعنده مهارات وبيعرف يعدي وبيعرف يربط مع علي معلول، بيعملوا جبهه قويه جدا جدا زي ما الحقيقه اشتغلوها في مباراه الهلال السعودي وعملوا جبهه يعني من نار. فاعتقد برضك نفس الحكايه الحقيقه. طب حسام حسن وضعه ايه بقى؟ مش آن الاوان بقى ان احنا نشوفه اكتر من كده؟ حسام حسن لو خد ثقه وخد فترات كبيره هيبقى ليه تواجد كبير جدا جدا جدا. هو ليه ما خدش الثقه الفتره اللي فاتت؟ ما هو برضك حته يعني ليه ما تمش الاستعانه بيه كما ينبغي وكما يتوافق مع امكانياته كلاعب مميز؟ هي مشكله ان هو برضك الفتره اللي فاتت اخذ في مباراتين ورا بعض في الدقيقه مثلا 90، وده يعني يمكن نفسيا هو طبعا يعني تاثر عليه نفسيا بشكل كبير جدا. النهارده يبقى كده ما فيش ثقه. لكن انا بقول لك ان حسام حسن الحقيقه من المهاجمين الاقوياء جدا في الدوري المصري، ومع النادي الاهلي يقدر يصنع فارق، لان هو يعني ميسي يمكن النهارده، لكن امبارح في الكره اللي عملها له علي معلول الكره العرضيه الحقيقه، لكن حسام بقى هي دي بتاعته. يعني الحاجات دي تعامله مع الكرات العرضيه بضربات الراس الحقيقه هي دي، هو ده المميز فيها بشكل كبير جدا. هل نقدر نقول ان تألق محمد شريف ده اللي معطل شويه ظهور وتألق حسام حسن؟ ما هو انا لازم اشتغل بالاثنين. يعني لازم اشتغل حتى لو انا بدات مثلا بمحمد شريف لما اجي ادي لحسام ادي له نص ساعه 30 دقيقه وادي له شوط على بعضه يبقى الاثنين بيجهزوا معايا. لكن انا وده يسخنوا هما الاثنين بالظبط، وهيرفع مستوى الاثنين بشكل كبير جدا. المنافسه هترفع مستوى الاثنين بشكل كبير جدا. محمد شريف يمكن احنا بنقول الحمد لله الثقه رجعت له في نفسه طبعاً. لان هو طبعا كان راجع من بطوله العرب وبطوله الافريقيه الحقيقه اللي في الكاميرون، يعني اعتقد نفسيا كان يعني كانت باينه لكل الناس واضحه يعني. فبنقول الحمد لله ان هو رجع، لكن انا في نفس الوقت لازم استغل القدرات الكبيره جدا جدا لحسام حسن كمهاجم الحقيقه. ويمكن احنا عندنا الحته دي ناقصه،
لان محمد شريف عنده حته السرعه وعنده حته المهاره ان ممكن طبعا. واحد ضد واحد ممكن لكن حته تعامله في الكرات العرضيه يمكن اقل شويه. طيب دلوقتي احنا وضعنا ايه بقى في المجموعه اخذا في الاعتبار ان احنا ما عندناش يعني رفاهيه ان احنا ما نكسبش الماتشين اللي جايين، هل في مساحه او فرصه ان احنا نشوف اي مفاجآت من النوع اللي مش مستحب؟ لا ان شاء الله باذن الله. طبقا للي فات انا بتكلم بناء على اللي فات، هل ممكن نستمر في العكننه شويه اللي جايين كمان ولا ايه؟ لا احنا بنتمنى من ربنا طبعا ان ده ما يحصلش يعني، لان احنا زي ما قلت لك في البدايه احنا لغايه دلوقتي في الاربع مباريات اللي احنا لعبناهم الهلال السوداني مع صن داونز مع المريخ والمباراه امبارح، الحقيقه احنا لغايه دلوقتي في دوري الابطال لا مش هو ده مستوانا اللي احنا ممكن نحسم فيه بسهوله، كنا ممكن نحسم المركز الاول بسهوله الحقيقه بالقدرات اللي عندنا، احنا عندنا نجوم كبار جدا 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 الحقيقه، نجوم على مستوى القاره يعني يقدروا يصنعوا الفارق مع اي تيم كوره هيلعبوه، لكن احنا خلاص احنا اتحطينا في موقف واحنا قادرين لما بنزنق او لما في المواقف الصعبه بتبان معدن الحقيقه اللعيب النادي الاهلي، احنا دلوقتي في موقف خلاص مفيش بدايل عندنا غير ان احنا نكسب المريخ ونكسب الهلال عشان نروح لمركز تاني في المجموعه ونعدي الحقيقه ما فيش اي بدائل. طب يعني بحكم متابعه حضرتك للبطوله بشكل عام بعيدا عننا احنا رايك ايه في البطوله ورايك ان مين الاقرب للتواجد في المباراه النهائيه؟ يعني مين اللي لافت نظرك واخد عينك؟ صن داونز الحقيقه تيم على مستوى عالي جدا متكامل. جدا بيلعبوا كرة أوروبية يعني الحقيقة يعني شايف أن صن داونز أكيد هيبقى في النهائي صن داونز هيكمل وهيكمل بشكل هيبقى في النهائي لأن الكرة اللي قدمها في المباريات اللي احنا شفناها كلها لا كرة على مستوى عالي جدا عندهم ثقة في نفسهم بشكل كويس قوي في الانتشار بتاعهم بيتعمل بشكل كويس قوي الكرة الجماعية عندهم الحقيقة كمان حتى لما بيوصلوا في التلت الهجومي ما فيش صربعة لا بيعملوا التمريرات القصيرة بشكل كويس حافظين بعض الحقيقة من الأتيام الكبيرة قوي في اللي لفتت الأنظار الحقيقة في خلال الأربع مباريات اللي فاتوا ونتعشم نلاقي نفسنا معاه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله احنا لا بالعكس ده احنا التيم بتاعنا لو رجع لحالته اقوى من صن داونز يعني احنا لو بس هو اللي حضرتك بتتكلم عليه ده هو صلب الامر اللي يجن في بعض الاحيان ان انت عندك شويه لعيبه زي الفل طبعا زي طبعاً الفل طبعاً وفي كل المراكز وعندك طبعاً بدل البديل واحد واثنين على الاقل في نفس المستوى مش هقول لك احسن من بعض بالظبط ايه اللي يحصل بقى او ايه اللي بيحصل فبيخلينا نشوف اداء مش منطقي حتى في بعض الاحيان ناهيك عن ان هو مش مرضي بل ويسد النفس في بعض الاحيان لا طبعا عكننا يعني امبارح كان في عكننا إيه ليه على جمهور النادي الاهلي طبعا احنا عارفين ان مفيش فريق في الدنيا ثابت على مستواه بس الملفت النظر في حالتنا ان احنا بنشوف فجوه كبيره بين المستوى العادي التقليدي المعتاد وبين المستوى اللي بيفاجئنا كلنا في بعض الاحيان يعني ليه بقى الفجوه دي بتحصل يعني يمكن الموسم ده مجلس اداره النادي الاهلي طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب الاسطوره الحقيقه ولجنه الكوره او لجنه التخطيط يعني احنا كان عندنا مشكله الموسم اللي فات ان انت ما تقدرش تعمل تدوير لان اللعيبه اللي بره على الدكه ما كانش عندك بدائل قويه الموسم ده انت عندك فرقتين عندك فرقتين يعني مالناش يعني حجه بقى ما عندناش اي حاجه خالص بالعكس ده يعني انت النهارده في كل مركز فيه اتنين وفي مراكز فيها ثلاثه لعيبه على مستوى عالي جدا جدا في انديه مثلا تتمنى ان هي تاخد الدكه بتاعتك تلعب اساسي في الفرقه بتاعتها طبعا. فاعتقد ان احنا الموسم ده لازم نشتغل بالشكل دوت لكن هي في مشكله يعني يمكن معرفش انا حاسس ان البدني في بعض المباريات الحقيقه مش هو ده البدني بتاع موسيماني اللي احنا كنا بنبقى اقوياء جدا كنا بندوس في اي حد الحقيقه برضك دي لازم يبقى ليها حل يعني ليها حل سريع كمان لان احنا يمكن بنقول في اجهاد لكن الاجهاد ده بقى خلاص في يمكن لان مثلا الفتره اللي حضرتك كنت بتلعب فيها يمكن ما كانش الاهلي بيشارك في هذا الكم من البطولات المحليه والاقليميه والقاريه والدوليه يمكن اصل برضه للامانه كلمه حق لازم تتقال ده احنا بقالنا كتير بنهاتي ونقول يا اخوانا ما فيش كده في الدنيا يعني فكره ان تلاحم المباريات ورا بعض يا اما بقى ما حدش بقى يرجع يتكلم على النتائج لو الموضوع بالشكل ده فده الى حد ما الحقيقه ما كانش حاصل لوقتكم ولا ايه؟ لا هو ما كانش موجود بالشكل دوت وبالكثافه دي الحقيقه حتى كم البطولات نفسها ما كانش زي دلوقتي طبعا 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 انت كنت بتلعب مسابقه الدوري ومسابقه كاس مصر
وبتلعب في افريقيا. بس ما كناش بقى بتشوف عليكم لا اجهاد بدني لا ولا تشتيت لا ذهني لا ولا الامانه يعني لا 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 الحقيقه بص انا هقول لك حاجه، الجيل ده الحقيقه كان جيل فيه كميه مواهب يعني جامده جدا طبعًا جدا طبعًا في تاريخ الكره المصريه وكان وفي تاريخ الكره الافريقيه. المنتخب كان في احلى حالاته طبعا وقتها. طبعا الحقيقه يعني تتكلم في كل فرقه كان فيها، انت دلوقتي بتدور مثلا على نجمين ثلاثه في كل فرقه، لا احنا في الوقت بتاعنا ده كل الفرق كلها نجوم. بتستمتع اكتر لما بتتفرج على مباريات من الزمن ده اللي حضرتك كنت شخصيا بتشارك فيها طبعًا. ولا دلوقتي بتشوف كوره مختلفه عن زمان؟ لا هي الكوره طبعا اتطورت في النواحي البدنيه والتكتيك والسرعه نتج عنها متعه اكبر في المشاهده ولا مش بالضروره؟ لا مش بالضروره، لان احنا برضك هقول لك حاجه كريم، الحقيقه احنا كان في نجوم واحنا بنلعب انا كنت بستمتع بمحمود الخطيب في التمرين في التمرين في التدريب ما بالك في الماتش فما بالك في المباريات لا يعني في كان في نجوم كبار موجوده ومش في النادي الاهلي بس، حسن الشحاته كل الفرق كل الفرق الحقيقه وقتها كان الاسماعيلي ضرب نار والترسانه ضرب نار والسكندري ترسانه والاولمبي كل الفرق الاتحاد. فهي مشكله الايجاد دي، ما برضك احنا خلاص في برضك احنا في 2022 انت عندك النهارده الاستشفى بيرجعك زي ما قبل ما تبدا يعني اي مباراه بتلعبها لما بتعمل استشفاء بترجع كانك ما لعبتش مباراه، فبرضك دي برضك مش ما تبقاش مبرر ان احنا نبقى ادائنا بالشكل اللي احنا فيه الحقيقه. لا احنا بنمتلك الحقيقه تيم كوره في فرقتين على مستوى عالي جدا جدا جدا، المفروض يبقى ادائنا افضل من كده كتير قوي، المفروض ان احنا ادائنا في الاربع مباريات على الاقل كنا لازم نكسب مثلا منهم ثلاث مباريات. طيب خلينا بعد اذن حضرتك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا انطلاقا من النقطه اللي حضرتك تفضلت بيها. فاصل ثم عوده ل 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. يا اهلا بكم عوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي، ورجعنا عشان نكمل دردشتنا وحوارنا مع كابتن رمضان السيد، واحد من اهم نجوم النادي الاهلي السابقين واللي هنروح معاه دلوقتي بقى للدوري. يعني خلينا نرجع بقى مره ثانيه للدوري وعايزين نعرف رؤية وتقييم حضرتك لمشوار الأهلي حتى هذه اللحظة في المسابقة المحلية والدوري، أخذا في الاعتبار كمان أن فترة التوقف الدولية عشان ماتش السنغال، هل دي ممكن يبقى لها انعكاسات طيبة ولا لا؟ يعني يمكن الفترة دي احنا أعتقد طبعا احنا في الفترة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي قصة المباريات الحقيقة وتواليها ورا بعض الحقيقة فيها مشكلة ويمكن هتتحل إن شاء الله، لكن في خلال فتره الحقيقه التوقف بتاع مباراتين السنغال الحقيقه احنا قادرين بقى ان احنا نرجع تاني، لان يعني احنا عملنا السبع مباريات الاولانيين قبل ما يبقى في توقف سبعه فوز باداء يعني اداء كان قوي طبعا. جدا جدا طبعا. جدا المباريات كمان كنا بنكسب بسكور يعني في مباريات كتيره كنا بنكسب بسكور 4-3 فاحنا قادرين. يمكن كان في ماتش بس في وسطيهم ماتش مباراه فيوتشر اللي هو المباراه الثامنه، لكن الحقيقه المستوى اللي احنا بنقدمه في البطوله المحليه غير خالص المستوى اللي احنا الحقيقه قدمناه في بطوله افريقيا دوري الابطال. لا احنا يعني حتى يمكن اخر نتيجه الحقيقه مقدمينها في البطوله المحليه مباراه بيراميدز، احنا كسبانين بيراميدز بمنتهى السهوله يعني كنا ممكن كمان السكور يروح لابعد من كده، ورغم مثلا ان هو مثلا بيجي يتكلم يقول لك مثلا انا عملت استحواذ، الاستحواذ السلبي ده ملوش اي علاقه خالص بانك انت تقيم فرقه. يعني فعلا كان بيراميدز في فترات كان هم مثلا الاكثر، لا وما الفرقه بتخسر يا فرحتي في الاخر بالاستحواذ بالظبط وانا عملت بيه ده على مستوى بقى العالم كله طبعاً. انا النهارده النتيجه هي اللي بتقيم بقى ادائك، لكن النهارده هتقول لي انا استحوذ يا عم 70% والفرقه الثانيه تستحوذ 30% وتجيب جولين ثلاثه. هو المصطلح اللي استجد في الفتره الاخيره في عالم كره القدم وبقى بيتردد في بعض الاحيان حتى من باب التندر ساعات، يعني جمله ان في مباراه تغلب ولا تلعب او تكسب ولا تلعب، اللي هو بالبلدي مش مهم الاداء، المهم الاداء المهم بالثلاث نقط او طلعنا بالمكسب الفكر ده مش ده بينتقص من متعه مشاهده مباراه حلوه في كره القدم؟ انا النهارده لما اجي بتتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي جمهوره ما بيرضاش انك تكسب بس بالظبط كده، انت بيرضى ان انت تكسب ويستمتع وساعات بيتغاضى عن التعادل او الخساره حتى لو شاف اداء مرضي يقول لك لا عملوا اللي عليه خلاص صحيح. انا استمتعت طبعا، لكن ان انا النهارده يبقى في مكسب ومن غير اداء
دي مش كوره ومش متعه الحقيقه. فانا بقول لك اهوت احنا فعلا الفتره 7 مباريات الاولين ادينا مباريات على مستوى عالي جدا جدا. الحاجات بقى اللي احنا بنتكلم فيها زي ما قلنا نجيب الهلال السعودي مباراه الهلال السعودي ونعملها نموذج نشتغل عليه نضيف عليه. ما في ده احنا ممكن لو احنا كنا كملنا وده روحنا لتشيلسي بالاداء ده كنا ممكن نكسب تشيلسي والله ممكن كان ممكن فعلا باداء يعني ولا اروع صحيح. وهي بقى ده هو ده اللي المفروض موسيماني يكمل عليه. يعني انت بتعمل لما عملت الضغط وعملت تقارب خطوط بتلعب في نص ملعب. احنا مباراه امبارح الحقيقه احنا بنلعب في 80 متر 80 متر ده اي وتقول لي مثلا ان احنا مجهدين. طب ما هو احنا مجهدين وبتلعب في 80 متر طب اللعيبه هتكمل ازاي؟ طب انا في مباراه امبارح كانت لازم تتلعب في نص ملعب يبقى انت ضاغط وبتلعب في نص ملعب خطوطك تبقى فيها تقارب سهل جدا ان انت بعد ما بتفقد الكوره تجيبها تاني تضغط تجيبها تاني لان المسافات والمساحات تبقى قليله جدا عكس ما بتشتغل في 80 متر. دي محتاجه ان انت بقى مش تبقى يعني فت 100% محتاجه حاجه جامده جدا. فاحنا امبارح برضك يمكن طريقه لعب الحقيقه اللي احنا اشتغلنا بيها او التكتيك اللي احنا اشتغلنا بيه ان احنا مطينا الملعب بشكل كبير جدا 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 فزودنا كميات الجري اللي ممكن انت تقفل بيها او تبقى بتعمل مثلا في الثلث الهجومي بشكل كويس تشتغل في الثلث الهجومي بشكل كويس بعد مش بس مباراه الامس بعد مباراتي سان داون تمام. هل نقدر لو افترضنا ان احنا عايزين نحمل حد ما شخص ما مسؤوليه اللي احنا شفناه ده هل نحمله للمدير الفني من زاويه الـ 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 الخطه اللي لعب بيها او الطريقه اللي لعب بيها او التشكيل اللي ابتدى بيه او التغييرات اللي اتاخرت او يعني في نهايه المطاف المدير الفني ولا تحمله للعيبه ولا في الحاله دي ما ينفعش تحمل حد؟ هنقول ان دي يعني حاجات قدريه. هل تنطبق مواصفات القدريه على الماتشين دول؟ طبعا الحاجات القدريه دي موجوده في كل حاجه لكن انا بتكلم دلوقتي انا لما اجي احط تكتيك مثلا مش مناسب لحاله فرقتي زي مباراه الامس الحقيقه يعني التكتيك اللي لعب بيه موسيماني مش مناسب لحاله فرقته ان هو في مباريات كتيره لعبها كانوا مستريحين عن كده كان ممكن يعمل شغل وحتى لو مستريحين انا النهارده ليه العب في 80 متر؟ يعني 80 متر دي صعبة جدا وبعدين المساحات اللي بتفضى عندك فرق الكورة زي سان داونز امبارح فرق الكورة بيعرفوا يمرروا التمريرات القصيرة وبعدين التمريرات الطويلة والحاجات دي كلها تتعبك وتستغل المساحات اللي عندك دي بشكل كبير جدا. كنا ممكن زي ما قلت لك دلوقتي كريم الحقيقة لو احنا كنا ضايقين مساحات وعاملين الضغط بتاعنا وتقارب خطوط كنا ممكن نبقى شكلنا غير كده خالص وكنا ممكن كمان يبقى لنا تواجد في الثلث الهجومي. احنا خلي بالك امبارح من المباريات القليله جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي احنا عندنا فرصه امبارح يعني فرصه وحيده في الوقت ده مثلا بتتكلم في 100 دقيقه ولا حاجه بالوقت الضايع ولا حاجه عندنا فرصه محمد شريف الكره اللي عملها له علي معلول يعني حسام حسن بس يمكن ما كانش موفق فيها وهو رايح على الكره قلشت لكن هي دي الفرصة الوحيدة اللي احنا جات لنا في مباراة الأمس لأن زي ما قلت لك احنا يعني في مجهدين وما جالناش غير فرصة واحدة مش عشان حجم قوة المنافس قد ما هو حجم تعبنا احنا بالظبط بالظبط طبعا احنا كنا ممكن أنا بقول لك كنا ممكن إن المباراة تلعب بشكل أفضل من كده كتير جدا وإحنا عندنا يمكن بالمقومات اللي تخلينا الأول كان التشكيل اتحط صح الحقيقة وفي نفس الوقت التكتيك اللي هتلعب بيه وطريقه اللعب اللي هتلعب بيها سهله جدا. احنا بقول لك بنمتلك يا كريم نجوم كتير جدا 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 ونجوم كتيره قادرين ان هم يصنعوا الفارق فهو ده اللي احنا عاوزين نشتغل عليه الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب برضو قبل ما نسيب ملف الدوري هل يعني برضو عايزين نعرف رايك ورؤيتك للعيبه الدوليين بصفه خاصه وادائهم الموسم ده في الدوري عامل ازاي؟ للاسف الشديد احنا اللعيبة الدوليين من بعد الكاميرون ومن بعد بطولة العرب الحقيقة لا في لعيبة كتير مستواها نزل يعني مش في النادي الاهلي بس ده في بشكل عام الزمالك بشكل عام الحقيقة اللعيبة ولعيبة كانوا مأدين اداء قوي جدا 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 في يعني انا الحقيقة محمد عمينم عاوز اوجه له رسالة الحقيقة انت في الكاميرون
اتقيمت ان انت من احسن المدافعين في افريقيا، مش في مصر، في افريقيا. فبالتالي انا شايف معرفش مفيش تركيز، مش هو ده محمد عبد المنعم اللي كان موجود في الكاميرون، مش هو ده محمد عبد المنعم اللي جه بدا معانا، لا في بطء في التمرير ولغايه ما بتتقطع الكوره، مواقف واحد ضد واحد اللي كان فيها عامل تفوق كبير جدا 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 على اي مهاجم. للاسف الشديد مواقف واحد ضد واحد دلوقتي بتتاخد من محمد عبد المنعم، ودي حاجه يعني مستغربه. النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها تخلينا بقى نروح للمنتخب ونروح لكيروش، وهل ممكن يكون كيروش بيعاني من تذبذب مستوى اللعيبه، ولا اللعيبه مستواها متذبذب نظرا لتذبذب توجيهات كيروش نفسه؟ يعني هو يمكن كيروش الحقيقه عمل حاجات غريبه جدا في بدايه، هو عمل كل حاجه ممكن تتعمل من اول ما جه الحقيقه. يعني عارف يخلي الناس كل واحد يسيب اللي في ايده ويركز معاه. حقيقي يعني هو يمكن الحقيقه في بدايه عمله الحقيقه كان حته توظيف اللعيبه كان بيتعمل بشكل غريب جدا جدا جدا. اعتقد ان هو خد انتقاد من كل المتابعين لكره القدم، من كل الحقيقه الخبراء اللي موجودين، من كل المدربين الموجودين، حتى من الاتحاد، من اي حته الحقيقه. لكن ابتدى في الكاميرون الحقيقه ابتدى يظبط حته التوظيف، عشان كده يمكن الدنيا ظبطت نسبيا بعد الدنيا اتظبطت والاداء اتظبط الحقيقه وحققنا نتائج. يمكن احنا طبعا كنا بنطمح ان احنا نحصد البطوله او نحصل على البطوله، لكن الشكل كويس الحقيقه. يمكن انا بقول ان الفتره دي يعني ربنا يسهل واللعيبه الدوليين بتاعتنا ترجع لحالتها بسرعه لما نروح لاستعدادنا لمباراتين السنغال الحقيقه، لان في لعيبه كتيره جدا بقت عن مستواها. ما تفهمش هم بيبقوا بعيد عن مستواهم، ولا هو مستواهم بيتغير تلقائي لما بيلعبوا مع المنتخب عكس مشاركتهم مع الفرق اللي هم محترفين فيها؟ ولا ايه؟ لا لا لا، ده الطبيعي ان انا النهارده مع الفرقه بتاعتي ده انا لازم ابقى قوي جدا 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 عشان لما اروح منتخب اواصل اداء القوي. لكن لو انا هم كلهم بيعملوا كده، ما عاملين اداء قوي جدا مع فرقهم، بس مع المنتخب ما بتلاقيش نفس القوه. يعني يمكن انا بقول ده طبيعي عشان الهارموني اللي زادت ما بينهم وبين فرقهم على حساب مشاركاتهم القليله مع المنتخب، فبالتالي ما فيش يعني يمكن دي بان يا كريم اللي انت بتقوله ده بان الحقيقه لما هم قعدوا فتره كبيره مع بعض في الكاميرون وفي بطوله العرب الحقيقه، لا المستوى ارتفع بشكل كبير جدا وحصل فيه تجانس. يعني حصل فيه تجانس في حته الاستحواذ، في حته التكتيك، في حته الربط في الثلث الهجومي الحقيقه، وبقى في وانتوهات ملحوظه طبعا، في حاجات ابتدوا يربطوا مع بعض عشان الفتره. يمكن احنا كمان الحقيقه اللعيبه المصريه متعوده ان هم المباراتين بتبقى صعبه، لكن لما بيكون في معسكر كبير الحقيقه اذا كان بطوله افريقيا او بطوله فيها مده كبيره، لا المستوى بيرتفع بشكل كبير جدا جدا جدا. عموما احنا بنتمنى كل الخير، احنا مش عايزين غير ان احنا نشوف النادي الاهلي في احلى حالاته كما يستحق طبعا وكما يتماشى مع امكانيات لعبته. وبطبيعه الحال اكيد محتاجين جدا، مش بس نفسنا، احنا محتاجين نشوف منتخبنا في كاس عالم زي ما تعودنا نشوفه في ازمنه سابقه. طبعا يعني حقيقي، لان احنا دايما عندنا في كل جيل من اجيال المنتخب المصري عندنا عناصر حلوه وزي الفل، بس ما تفهمش ايه اللي بيحصل ساعات الحلاوه بتاعتهم دي بتتعطل لسبب او لاخر. فاحنا نتمنى ان احنا ان شاء الله الفتره الجايه كل اللي احنا متحفظين عليه طول الفترة اللي فاتت يتغير ان شاء الله باذن الله. وانا يعني كلنا امل ان احنا ان شاء الله باذن الله هنحسم صعودنا ان شاء الله باذن الله كنادي الاهلي. واعتقد كمان لا احنا كمان الفترة اللي جاية هنشوف كمان اداء اعلى من الاداء اللي حصل الحقيقة في خلال الفترة اللي فاتت ان شاء الله باذن ان شاء الله بإذن. وطبعا كلنا الشعب المصري كله بنامل ان احنا نروح كاس عالم ان شاء الله بمباراتين السنغال. ده يوم المنى، اكيد ده يوم المنى. نورتنا كابتن رمضان، بنسعد كالعاده بوجود حضرتك معانا، بشكرك على وجودك جزيل الشكر. الله يخليك يا كريم. واسمحوا لنا يا حضرات هنطلع فاصل سريع، وما نرجع بقى ان شاء الله نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده، وحوار حول موضوع في منتهى الاهميه، تقويه المناعه، والكلام هيكون مع دكتوره دينا ابو السعود. خليكم معانا.